المرة الماضية بلشنا أو في المرات السابقة بلشنا نحكي عن الكلينيكال سايتوجينيتكس، واتفقنا اللي راح نشرحه في هذا الجزء من المساق أو اللي بقصده في الكلينيكال سايتوجينيتكس إنه بدنا ندرس السايتوجينيتك ديس أوردرز، ولكن من الناحية الطبية بدنا نشوف أمثلة طبية على حالات على ديس أوردرز على مستوى للديسوردرز المختلفة اللي درسناها. احنا درسنا في البداية نيوميريكال سايتوجينيتكس وشفنا كلينيكال سايتوجينيتكس على هاي الأعراض، بحيث درسنا عن الداون سيندروم، شفنا أيضا البتا وشفنا أيضا الإدوارد سيندروم. اليوم رح نبدأ في جزء آخر بيحكي عن الكلينيكال سايتوجينيتكس بس بالأخص على الناحية الستركتشرال ديسوردرز. إذا بتذكروا احنا حكينا إنه في عنا نوعين أساسيين من الديسوردرز، في عنا structural وفي عنا numerical. numerical حكينا بعض الأمثلة عنها في المحاضرة السابقة، وفي محاضرة اليوم رح نبدأ نحكي عن القسم الثاني من clinical cytogenetics والمتخصص في structural disorders. ففي هذا القسم احنا بنعرف انه structural disorders هي disorders على مستوى شكل الكروموسوم. ممكن بهذا الديسوردر يكون في عندي حذف بسيط أو مضاعفة بسيطة، ممكن حتى إنه المادة الوراثية كلها تكون كاملة ولكن يكون في عندي تغيير في مكانهم. فرح نبدأ في الأوتوسومال ديليشن سيندرومز، اللي هي الديسوردر أو السيندرومز اللي بتنشأ بسبب ديليشن على مستوى بسيط من الكروموسوم. فشو بيحكي لي عن هذا النوع من السيندروم؟ بيقول لي they are cytogenetically visible, visible autosomal deletions occur with an estimated incidence of 1 in 7,000 live birth. الفكرة من هذا أو اللي بيحكي لي إياه هون إنه هذا النوع من ال disorders بشكل أساسي هم cytogenetically visible، هم بقدر أشوفهم وقت ما أنا أعمل الكاريوتايب، فأنا ببين عندي إنه فعليا حجم الكروموسوم مش طبيعي، ببين عندي إنه في deletion. وبشكل أساسي هذا النوع من الديسوردرز نسبة حدوثه كتير قليلة، فهي فعليا من كل ما يقارب 7,000 حالة ولادة عندنا أتليست حالة ولادة واحدة تحمل أو بيكون عندها أوتوسومال ديليشن سيندروم. وبيقول لي هذا النوع من الديسوردرز بشكل أساسي بعض منه هو عبارة عن سيندروميك ديسوردرز. لما أحكي سيندروميك ديسوردرز اللي بقصده فيه هو انه بيكون عندي متلازمة، يعني اعراض مختلفة مجتمعة بنفس او كلياتها بسبب نفس الخلل. اول متلازمة ضمن او تصنف ضمن structural deletional syndromic disorders، متلازمة بطلق عليها اسم Cri-du-chat syndrome. هاي المتلازمة اكثر اشي بيميزها او اكثر اشي تمتاز فيه هو طبيعة صوت الانفانتس اللي بيعانوا من هاي المتلازمة. الانفانتس اللي بيبكوا او خلينا احكي الانفانتس اللي بيعانوا من هاي المتلازمة، صوت بكائهم بيكون بيشبه صوت مواء القطط، فعشان هيك اصلا اسمها الكري دو تشات سيندروم. اي ثينك حتى اسمها هو في الفرنسي، ام نوت شور. فهاي المتلازمة فيها الانفانتس بكائهم يشبه صوت مواء القطط، وهذا الاشي بيتمثل فيما يقارب 95% من حالات الاطفال. بالإضافة للصوت المميز اللي هو صوت البكاء بيكون بيشبه صوت مواء القطط، أيضا بيمتازوا بأنه بيكون عندهم مايكروسيفالي، حجم رأسهم بيكون صغير، بيعانوا من هايبرتيلوريزم بحيث أنه بيكون عندهم مسافة واضحة بين عيونهم، عندهم إبيكانثال فولدز اللي هي الفولدز اللي بتكون على جنب العين، أيضا مستوى الأذنين عندهم منخفض، عندهم مايكروجانثيا يعني فكهم حجمه صغير بالأخص الفك السفلي، عندهم أيضا مشاكل على مستوى المنتل هيلث ديفلوبمنت، فهم بيعانوا من مودريت تو سيفير منتل ريتارديشن، وعندهم أيضا هارت ديفكت. الكرايد ويتشات سيندروم شفنا أعراضها المختلفة،
هاي المتلازمة بكل هاي الأعراض بشكل أساسي سببها الرئيسي إنه بيحدث ديليشن على مستوى البي آر على كروموسوم رقم 5. نسبة حدوث هاي المتلازمة كتير كتير قليل، بحيث إنه من بين كل 15,000 ل 50,000 حالة ولادة راح ألاقي فقط حالة واحدة تولد وتعاني من الكرادوتشات سيندروم. النقطة الثانية اللي بيحكي لي إياهم بيقول لي account for 1% of all institutionalized mentally retarded patients، يعني من كل الأشخاص اللي خليني أحكي مشخصين إنه عندهم mental retardation، نسبة الأشخاص اللي بيعانوا من mental retardation بسبب الكرايدوتشات سيندروم يساوي 1%. ففعليا بتمثل 1% من الأشخاص المصابين في mental retardation من الأشخاص المشخصين خليني أحكي. mortality about 10%، نسبة أو خلينا أحكي الأشخاص أو الأطفال اللي يولدوا وهم مصابين في الكرايدو تشات سيندروم 10% من حالات الولادة لإلهم راح فعليا يموتوا. 75% من هدول اللي راح يموتوا راح يموتوا في الشهر الأول من عمر الطفل، وتقريبا 90% منهم بيموتوا على عمر السنة الأولى، يعني فعليا فقط 10% منهم اللي بيعمروا وبيعيشوا، إذا عاشوا بيوصل لعمر 50 سنة. أغلب حالات الكرايدوتشات سيندروم هي حالات سبوراديك، اللي بقصده في كلمة سبوراديك إنها هي حالات يعني تحصل بدون خلل ظاهر عند أحد الوالدين، يعني بسبب مثلا كروسينج اوفر حدث، بسبب خلل خلال تشكيل الجيرم سيلز. بس بشكل اساسي البيرنتس ما بيكون عندهم مشكله، يعني ما بيكون مثلا عندهم ترانسلوكيشن هو اللي تسبب في حدوث الكرايدوتشات سيندروم عند ابنهم، لا اغلب الحالات هو فعليا بتكون سبوراديك. في حالات قليله بيكون بالاساس الوالدين عندهم ترانسلوكيشن، وبناء على هذا الترانسلوكيشن نشا عندهم طفل مصاب بالكرايدوتشات سيندروم، بس في غالب الحالات الوضع بيكون سبوراديك. فكمان مرة، هاي المتلازمة نادرة جدا، من بين كل 15,000 ل 50,000 حالة ولادة راح ألاقي حالة واحدة مصابة في الكرايدوتشات سيندروم. من جميع الحالات التي تولد 10% منهم راح يموتوا، من هدول 10% 75% منهم راح يوصلوا أو راح يعيشوا فقط شهر تقريبا، واللي بكمل منهم بزيادة شوي بيعيش لحد السنة، وفعليا اللي بيضل بيعيش فترة طويلة بيعيش لعمر 50 سنة. أغلب الحالات هي sporadic cases، يعني هي حالات تنشأ بشكل تلقائي بدون ما يكون في خلل أساسي عند أحد البيرنتس، وفي حالات قليلة تنشأ بسبب translocation عند البيرنتس، واللي بتمثل 10 ل 15% من الحالات الأساسية. لو بدي أطلع على ال causes لهاي المتلازمة، أشوف فعليا شو اللي بيسبب لي حدوث الكرايد وتشات سيندروم. بشكل أساسي الخلل بحالة الكرايد وتشات سيندروم زي ما حكينا بيكون في عنا حذف على مستوى البي آر، وهذا الحذف ممكن يكون تيرمينال يعني ممكن يكون على طرف البي آر، وممكن يكون انترستيشيال يعني في البي ار ولكن في يعني مش من الطرف ولكن في منتصف البي ار. بس بجميع الاحوال الخلل بيحدث على البي ار، بحيث بيصير حذف على مستوى البي ار للفايف كروموسوم. والسبب اللي بيتسبب او خلينا احكي واللي بيؤدي لحدوث الاعراض المختلفه في الكرايدو تشات سيندروم انه البي ار تعتبر كريتيكال ريجن، بالاخص البي 15. هاي الريجن تعتبر كريتيكال ريجن، تحتوي العديد من الكروموسومات او عفوا العديد من الجينات التي تساهم في حدوث اعراض المرض. ففي حاله كان الحذف على مستوى التيرمينال بي ار، ففعليا الشخص المصاب في المتلازمة الكرايدو تشات سيندروم بسبب حذف على التيرمينال بي ار من الفايف كروموسوم راح يعاني بشكل اساسي من سبيتش ديلي، من مشاكل في النطق او تاخر خليني احكي في النطق، وايضا بيكون زي ما حكينا بكاء هدول الاشخاص يشبه مواء القطة، وبالاضافة لهذا الشيء بيكون في عندهم خلل على مستوى تفاصيل وجههم، بيكون عندهم فيشل ديسمورفيزم. بالمقابل لو كان الحذف على مستوى الانترستيشيال بي ار، بحيث كان الحذف على مستوى البي ار من وسطه يعني،
فطبيعة الأعراض اللي راح تظهر ممكن تكون شوي مختلفة بسبب طبيعة الجينات التي تأثرت. فلو حدث وكان خلل انترستيشيال فراح يكون في عند هذا الطفل cat like cry، اللي هو زي ما اتفقنا في البداية هم بكاء هذول الأطفال بيكون يشبه مواء القطة. بيكون عندهم ديسمورفيزم، خلل في شكلهم، أيضا حجم رأسهم بيكون صغير، وبيعانوا من mental retardation. فهاي disorders كلها في حالة صار الحذف على المنطقة 5 أو عفوا 5B15.1 أو 5B15.2، إذا حدث الحذف على هاي المنطقة ما بيظهر عندنا أعراض. وإذا حدث الحذف على المنطقة هاي اللي تعتبر جدا critical region راح يعاني الطفل من severe mental retardation. فبشكل أساسي طبيعة الأعراض بتنشأ على حسب وين حدث الحدث، هل حدث الحدث على terminal PR، هل حدث على الانترستيشيال، وإذا حدث في منطقة الانترستيشيال شو هي القطعة التي تأثرت من الكروموسوم، وبالتالي شو هي الجينات اللي تأثرت، وبناء عليه تطلع أعراض مختلفة عند هذا الطفل. وهون نقطة مهمة بيحكي لي إياها، بيقول لي many of the clinical findings appear to be due to haploinsufficiency for a gene or genes within band 5B15.2. الأغلب الأعراض اللي بتظهر هي بسبب الهابلوإنسفيشنسي اللي بيحدث بسبب حالة الديليشن. في حدا بيذكرنا إيش يعني هابلوإنسفيشنسي؟ انه لما يصير ديليشن على نسخه من النسختين تبع الكروموسوم الواحد بتكون بضل جين، مثلا هذا الجين هو نسختين على نسختين تبعت نفس الكروموسوم، فلما احذف انا واحدة منهم نسخه الجين هذا على الكروموسوم الواحد غير كافيه انها تقوم بالوظيفه، لانه كانوا الاثنين مع بعض كوردينيت يعملوا هذا الشيء. ممتاز. فعليا الهابلو انسفيشنسي زي ما حكت زميلتنا هو فعليا بيكون بالوضع الطبيعي عند الانسان في نسختين لكل جين، هدول النسختين لازم يشتغلوا مع بعض عشان يقوموا بالوظيفة. ففي حالة انا صار عندي ديليشن على احد الكروموسومات، هذا الديليشن تسبب في انه نسخة من الجينات اللي موجودة في هذيك المنطقة حذفت، فصفى عند هذا الشخص فقط نسخة واحدة، فهي النسخة ما بتكون كافية انه يقوم هذا الجين بالقيام بوظيفته. فاغلب الاعراض اللي بتظهر في حالة الكراي دو تشات سيندروم هي بسبب الهابلو انفكشنز. وزي ما حكينا قبل شوي المنطقة انه كل منطقة مسؤولة عن ديس اوردر معين او عن عرض معين، فبشكل اساسي في عندنا المنطقة المحمولة على البي ار الريجن 1 الباند 5 والسب باند 3، هي المنطقة الاساسية المسؤولة عن الصوت اللي بيشبه صوت مواء القطة. الخلل اذا حدث في المنطقة من بي 14 لحد بي 15 هي المسؤولة عن المنتال ريتارديشن. فبشكل أساسي على حسب وين بيحدث الديليشن بناء عليه تظهر الأعراض. فهاي هي الأعراض الأساسية، وهاي هو السبب الأساسي لحدوث الديليشن. هلا بما إنه ال كرايدو تشات سيندروم لو بدي أجي أطلع عليها، اتفقنا إنه السبب الأساسي لحدوثها هو ديليشن على مستوى جزء من كروموسوم رقم 5. فبالتالي عشان أعمل دايجنوسز لهذا الديس أوردر، أفضل طريقة لإني أعمل دايجنوسز إما إني أعمل عن طريق الكاريوتايب، إني آخذ صورة كاملة للكروموسومات وأشوف كروموسوم 5 شو وضعه، هل هو طبيعي ولا في عليه ديليشن، أو بقدر إني أعمل الدايجنوسز باستخدام الفيش تكنيك، بحيث إني أجيب أعمل هايبريدايزيشن أو أجيب بروب تكون ملائمة بالضبط للموقع اللي بيحدث عليه الحذف في حالة كرايدو تشات سيندروم، وأشوف أكم نسخة راح تعطيني أو أكم دوت راح يعطيني. فإذا أعطتني نسختين فمعناته الخلل مش بالمنطقة اللي أنا بحثت عنها، إذا أعطتني نقطة واحدة فمعناته الخلل هو إنه في عندي حذف على مستوى كروموسوم رقم 5. فهاي هي الآلية اللي بعمل فيها diagnosis للكراي دو تشات سيندروم. واضح يا جماعة؟ في حدا عنده سؤال عن الكراي دو تشات سيندروم؟ تمام. نيجي هلا لنقطة أخرى، هاي النقطة بيحكي لي فيها عن المايكرو ديليشن اند دوبليكيشن disorders، أو بشكل أساسي وقت ما يكون في عندي الخلل هو خلل مايكرو، يعني خلل على مستوى
مستوى بسيط، يعني صار عندي ديليشن، صار عندي حذف، ولكن الحذف صغير لدرجة إني أنا ممكن ما أقدر أميزه باستخدام الكاريوتايب. يعني صار حذف مثلا على مستوى، على سبيل المثال، 1000 كيلو بيز أو 1500 كيلو بيز. هذا الإشي أو هذا المقدار، الخلل البسيط اللي هو المايكرو ديليشن، هذا أنا في غالب الأحيان مش راح أقدر أشخصه باستخدام الكاريوتايب، لأنه خلل بسيط جدا لا يصل لمقدار أو لقدرة الكاريوتايب على تمييزه. إذا بتذكروا وقت ما درسنا عن الكاريوتايب، اتفقنا إنه في عندنا أحد الليميتيشنز للكاريوتايب إنه ما بيقدر يميز التفاصيل الصغيرة أو الديليشنز الصغيرة، بحيث إنه قدرته على التمييز تصل فقط للميجا بيتس، لعشرة أو شيء هيك ميجا بيتس. فبالتالي أنا ما بقدر أميز الديليشنز الصغيرة جدا أو المايكرو ديليشنز باستخدام المايكرو تايب، عفوا الكاريو تايب. فبيحكي لي هون عن مجموعة من الديس أوردر سببها الأساسي هو مايكرو ديليشن أو مايكرو دوبليكيشن. يعني أنا عندي خلل بسيط جدا حدث، هذا الخلل ما بقدر أميزه في الكاريو تايب ولكنه موجود. وعملية تمييزه بتتم غالبا باستخدام السيكونسينج أو باستخدام الأري جينوميك هايبريدايزيشن. في عندي نوعين أساسيين من هاي الأنواع، في عندي نوع بسميه سيجمنتال أنيسومي، سيجمنتال يعني قطعة، وأنيسومي يعني أنا في عندي ديليشن على مستوى، أو يعني عندي خلل على مستوى قطعة من الكروموسوم. فبالتالي سيجمنتال أنيسومي أنا في عندي صار حذف على سيجمنت بسيطة من الكروموسوم. فشو بيقول لي عن هذا النوع؟ loss of a small segment from one chromosome of a pair resulting in homozygosity for genes in that segment on the homologous chromosomes. ففعليا احنا عندنا two chromosomes، احد القطع او خلينا احكي قطعه بسيطه جدا من احد الكروموسومات حذفت، فصار في عندي لوس على قطعه بسيطه جدا من احد الكروموسومات. هاي القطعه البسيطه تحتوي في داخلها على مجموعه من الجينات، فبالتالي وقت ما حذفت هاي القطعه حذفت كل الجينات اللي عليها، فهذا الاشي تسبب في حدوث متلازمه معينه. وبيحكي لي في غالب الأحيان في هذا الوضع بينتج عندي وضع بطلق عليه اسم هيمي زايجوسيتي. هيمي زايجوسيتي، في حدا بيعرف هذا المصطلح شو بيعني أو مر عليه من قبل؟ مصطلح هيمي زايجوسيتي، في حدا مر عليه هذا المصطلح من قبل؟ هيمي زايجوستي يا جماعة هو فعليا المصطلح اللي بيتم التعبير فيه عن بعض الجينات اللي بتكون في الجسم قادرة على إنها تشتغل بنسخة واحدة. من أبرز الأمثلة على الجينات اللي بعتبرها هيمي زايجوستي اللي هي الجينات اللي محمولة على كروموسوم X، لأنه إحنا بنعرف إنه الميل عنده فقط نسخة واحدة من كروموسوم X، فبالتالي الجينات اللي على كروموسوم X في جزء منها أو هي كلياتها فعليا أغلبها تحتوي على نسخة واحدة على كروموسوم X عند الميل، وجزء من هاي الجينات فعليا لا يتم تعطيله، فبتضلها عند الميل شغالة بنسخة واحدة. هاي الجينات بطلق عليها مصطلح اسم هيميزايجوستي، إنها تكتفي في نسخة واحدة من أجل العمل. ففعليا جزء كبير من الجينات اللي بيحدث عليها سيجمنتال انيسومي تكتفي في نسخة واحدة من أجل العمل، ولكن مش كل الجينات هي قادرة على الاكتفاء. ففي جينات إذا حدث عليها الديليشن راح يصير عندي هابلو انسفيشنسي وبالتالي ينتج ديس اوردر. فالفكرة هون إنه كمان مرة في الكروموسومات ممكن يصير عندي مايكرو ديليشن. لما أحكي مايكرو ديليشن يعني حذف بسيط على مستوى الكروموسوم، هذا الحذف بسيط لدرجة إني أنا ما بقدر أميزه في استخدام الكاريوتايب. في غالب الحالات هذا الحذف ممكن ينتج عنه هيميزايجوستي، ينتج عنه إنه الجين الآخر اللي موجود عند هذا الإنسان كافي وقادر إنه يقوم بالوظيفة، بس في حالات أخرى هذا الجين ما بيكون كافي، فالجين الآخر فعليا بيكون بيعمل هابلو انسفيشنسي وبالتالي بينتج عندي متلازمة. فهلا راح نشوف أمثلة على المتلازمات اللي ممكن تنتج بسبب المايكرو ديليشن. بس قبل لا نشوف الأمثلة، في عنا أيضا هون مصطلح آخر معرف لي إياه اللي هو الكونتيجاس جين سيندروم. الكونتيجاس جين سيندروم هي بشكل أساسي أيضا نوع من المتلازمات إن جنرال، بينتج بسبب مايكرو ديليشن على مستوى الدي ان ايه
بس هذا المايكرو ديليشن وقت ما يصير عندي حذف، الحذف ما بياخذ معه جين واحد فقط، وانما بياخذ معه عده جينات قاعدين جنب بعضهم البعض، فشان هيك اسمه كونتيجس، يعني زي كانه المعدي. هو مش معدي، ولكن بصير الحذف انه باخذ اكثر من جين قاعدين جنب بعض، فبالتالي اسمه الكونتيجس جين سيندروم. فكمان مره عندنا مصطلحين راح نتعرف عليهم بما يتعلق بالمايكرو ديليشن، اللي هو السيجمنتال انيسومي والكونتيجس جين سيندروم. في السيجمنتال انيسومي بصير عندنا فعليا حذف او مايكرو ديليشن على مستوى على مستوى جزء بسيط من الكروموسوم. في غالب الاحيان اللي بينتج عنه هذا الوضع، بضل الجين اللي بضل موجود عندي على النسخه الثانيه بيكون قادر انه يقوم بالوظيفه، ولكن مش دائما. في بعض الاحيان انا بينتج عندنا ديس اوردر، رح نشوف شو هي الامثله على الديس اوردر اللي ممكن تنتج. وفي عندنا ايضا الكونتيجس جين سيندروم، اللي هي ايضا السندروم اللي تنتج عن المايكرو ديليشن، ولكن في هاي الحاله الديليشن اللي بيحدث بياخذ معه عده جينات متجاوره. هذا الاشي بيسبب لي الكونتيكس جين سيندروم. واضح يا جماعه لحد هون؟ في حدا عنده سؤال عن المصطلحات اللي حكيتها؟ تمام. في عندي بهذا الجدول ملخص لي مجموعة من المتلازمات، مجموعة من الديس اوردرز المختلفة، اللي بشكل أساسي هاي الديس اوردرز راح أو هي ديس اوردرز نتجت بسبب مايكرو ديليشن أو بسبب مايكرو دوبليكيشن على مستوى أحد مواقع الجينات أو الكروموسومات. راح نشوف هلأ هاي المتلازمات أو أغلب هاي المتلازمات راح ندرسهم هلأ مع بعض، بس يمكن آخر كم متلازمة مش رح نحكي عنهم في سلايد، فرح أحكي عنهم على السريع هون. في عنا متلازمة النيوروفايبروماتوسس، هاي متلازمة بشكل أساسي هي مجموعة من الكانسر أو التيومر. السبب الأساسي لإلها إنه بصير في عنا ديليشن على مستوى كروموسوم 17، بالأخص في المنطقة Q11.2. هذا الديليشن فعليا مش كبير كتير، يعني فقط 1400 كيلو بيز، ولكن هذا الديليشن خطير لدرجة إنه بيسبب لنا مجموعة من التيومرز. في عنا أيضا متلازمة أخرى اسمها السوتوس سيندروم، هاي المتلازمة تحدث على كروموسوم 5 على الريجن Q3 باند 5، أيضا مايكرو ديليشن، بحيث إنه مقدار الديليشن بيحدث هو فقط 2000 كيلو بيز. ولكن هاي المتلازمة اللي بيحدث فيها انه الطفل اللي بيعاني منها بصير عنده مشاكل في اسنانه، بصير عنده تسنين بوقت مبكر، طبيعة الفك عنده بصير ابنورمال، فبصير عنده مشاكل كتير على مستوى الاسنان. واخر متلازمة اللي هي الايزوسبيرميا، الايزوسبيرميا هي بشكل اساسي متلازمة متعلقة في الميل، بحيث انه بصير ديليشن عند الميل المصابين فيها على مستوى الواي كروموسوم الكيو 1 ريجن 1 الباند 1 والسب باند 2. الديليشن ايضا بيكون صغير، بحيث انه فقط 3500 كيلو بيز اللي بيتاثروا، ولكن هاي الديليشن اللي بتحدث على مستوى الواي كروموسوم تتسبب بحدوث انفيرتيليتي للشخص المصاب فيه. فبشكل اساسي هدول احد الامثله على مقدار بسيط من الديليشن، على مايكرو ديليشن بتحدث على كروموسومات مختلفه، هاي المايكرو ديليشن تتسبب في حدوث أعراض مختلفة أو سيندرومز مختلفة عند الشخص المصاب فيه. فهاي المتلازمات أنا ذكرتهم هون لأنه مش مذكورين في السلايد لقدام، بس بقية المتلازمات رح نحكي عنهم كمان شوي. بشكل أساسي اللي حاطط لي إياه هون بهاي السلايد هو شكل المايكرو ديليشن، يعني فعليا كيف المايكرو ديليشن بينشأ، أو شو السبب الأساسي لحدوث المايكرو ديليشن. بشكل أساسي أو في غالب الأحيان السبب لحدوث المايكرو ديليشن أو المايكرو دوبليكيشن هو خلل في الكروسينج أوفر. إذا بتذكروا وقت ما حكينا عن الديليشن والدوبليكيشن وقت ما درسنا في الساتوجينيتك، حكينا إنه الديليشن أو الدوبليكيشن أحد أهم المسببات لإلهم إنه بصير عندنا أن إيكوال كروسينج أوفر، التو كروموسوم ما بيتطابقوا على بعض، ما بيوقفوا في طريقة صحيحة أمام بعضهم البعض وقت عملية الكيازمة وعملية الريكومبينيشن. هذا الخلل في وقوفهم أمام بعضهم البعض ينتج عنه أن إيكوال كروسنج أوفر، وبالتالي أحد الكروموسومات الناتجة حيكون فيه دوبليكيتد ماتيريال، وأحد الكروموسومات الناتجة راح يكون فيه ديليتد ماتيريال. فبشكل أساسي السبب لهذا الإشي
هو unequal crossing over. فممكن بسبب الـ unequal crossing over ينتج عندي duplication أو ينتج عندي deletion. فهذا الحكي هو اللي حاطط لي إياه بهاي السلايد. في حدا يا جماعة لحد هون عنده سؤال عن هدول النقطتين اللي حكيناهم؟ تمام. هلأ رح نيجي نحكي عن أول مثال من الأمثلة المتعلقة في المايكرو ديليشن، اللي هي مثال بشكل أساسي متعلق في كروموسوم رقم 17. كروموسوم رقم 17 وقت ما يصير في أن إيكوال ريكومبينيشن أو أن إيكوال كروسينج أوفر، هذا الإشي بينتج عنه إما كروموسوم بيكون ديليتد جزء منه، وإما كروموسوم بيكون دوبليكيتد جزء منه، وكل واحد منهم متعلق في أعراض مختلفة. ففي حالة نتج عندنا ديليشن على مستوى كروموسوم رقم 17 بالأخص في المنطقة 17 B11.2، بيكون مقدار الديليشن فعليا كتير صغير، فقط 4 ميجا بيس، يعني 4000 بيس بير. هذا الخلل اللي بينشأ هو بشكل أساسي بيتمثل في أعراض مختلفة. بيكون هذا الشخص عنده multiple congenital anomalies and mental retardation. فعليا هدول الأشخاص بيعانوا من كتير مشاكل، عندهم بيكون short stature، ممكن أيضا عندهم مشاكل بيكون في العمود الفقري، مشاكل في على مستوى البرين، حتى مشاكل في على مستوى السنسيشن، على مستوى السمع، مشاكل أيضا في الديفلوبمنت. فبكون عندهم مشاكل كتير. السبب هو فقط إنه في عندهم 4000 ميجا بيز، أو عفوا 4 ميجا بيت أو 4000 اللي هم كيلو بيت، هدول صار لهم ديليشن بسبب أن إيكوال ريكومبينيشن أو أن إيكوال كروسنج أوفر. فبتنشأ عندنا متلازمة بطلق عليها اسم سميث ماجن سيندروم، أو اللي هي تختصر اس ام اس. هاي المتلازمة في غالب الأحيان هي سبوراديك، زي ما حكينا في البداية هذا النوع من المتلازمات في غالب الأحيان هو سبوراديك، يعني ما بيكون خلل عند الأم والأب، وإنما الخلل يحدث وقت عملية الريكومبينيشن. بيصير في عندهم بيصير في خلل وقت عملية الريكومبينيشن، خلل في الكروسينج أوفر، بينشأ عنه هاي المتلازمة. النوع الآخر من هاي المتلازمة، أو خلينا أحكي المثال الآخر، هو الدوبليكيشن. الجزء الآخر من الكروموسوم اللي ما صار عليه حدث صار عليه دوبليكيشن. فالدوبليكيشن اللي بيحدث في هاي المنطقة فعليا بينتج عنه ممكن أعراض أخف، ولكن هاي الأعراض فعليا لها علاقة بشكل أساسي في النيورو بيهيفيرال فينوتايب، بيكون عندهم مشاكل عصبية هذول الأشخاص ومشاكل سلوكية. فبشكل أساسي فقط كمية بسيطة من البيز بير حدث عليها ديليشن سببت لي الاس ام اس أو سميث ماجن سيندروم، وهي ونفس المنطقة لو حدث عليها دوبليكيشن بينشأ عنها فعليا متلازمة. هاي المتلازمة هيك اسمها، ما إلها اسم، اسمها duplication 17 B11.2 B11.2. ففعليا يعني تلفظ بطريقة بالstructure، لا إلها، ما إلها اسم معين. فهاي المتلازمة بتمتاز بأنه هدول الأشخاص عندهم neurobehavioral phenotypes. هلا بالإضافة لهدول المتلازمتين الأساسيات، أيضا في عندنا كمان متلازمة ممكن إنها تحدث على مستوى كروموسوم 17، ولكن الخلل بيكون على مستوى أو على مكان آخر في الكروموسوم. في المتلازمتين السابقات حدث الخلل على نفس المكان على 17 B11.2، مرة ديليشن ومرة دوبليكيشن. في المتلازمة اللي راح نحكي عنها هلا بيحدث الخلل على مستوى الدستل ريجن للبي ارن في 17، في كروموسوم رقم 17. فبصير في عندنا ديليشن على المنطقة الديستال، على المنطقة الطرفية للبي ار، بحيث بصير الديليشن من 17 بي 11.2 لحد بي 12، يعني زي كأنه كل 17 بي 1 حذفت. هاي المتلازمة ينشأ عنها ديسوردر بطلق عليه اسم شاركوت ماري توث ديزيز. لو بدي أجي أطلع على المتلازمة هاي المتلازمة بشكل أساسي أعراضها هي أعراض على مستوى النيرف. ممكن الواحد لما يقرأها يشوف شاركوت ماري توث ديزيز فيفكر إنه مشاكل على مستوى الأسنان، بس فعليا شاركوت وماري توث هاي اسمها العيلة للعلماء اللي اكتشفوا المتلازمة.
فجمعوهم مع بعض وأعطوا المتلازمة هذا الاسم. فالشاركوت ماري توث ديزيز هو بشكل أساسي الخلل بيحدث على الديستال ريجن اوف بي ار من الكروموسوم 17، سواء هذا الخلل كان حذف او كان دوبليكيشن بيعطيني نفس النتيجة، فتنتج عندي تشاركوت ماري توث ديزيز. هاي المتلازمة بشكل أساسي لو بدي أطلع عليها بيكون الخلل فيها خلل على مستوى النيرف، بيكون في خلل بمستوى الأعصاب. الأعصاب كلها بتكون مش شغالة، لا سنسوري ولا موتور، جميع الأعصاب فعليا بتكون مش شغالة، وفي لإلها يعني سب تايبس مختلفة وأنواع مختلفة، بس بشكل أساسي الخلل في هاي المتلازمة هو خلل على مستوى الأعصاب. بالإضافة لهاي المتلازمة في عندنا كمان متلازمة أخرى متعلقة في كروموسوم 17، متلازمة تحدث على مستوى الكيو آرم، حيث إنه بصير عندنا خلل على مستوى الكيو آرم ريجن 1 باند 1 سب باند 2. هذا الخلل يتسبب بنوع من أنواع النيوروفايبروماتوسيس أو اللي هو نوع من أنواع الكانسرز. بشكل أساسي بيزيد عند هذول الأشخاص الريسك، أو بيكون عندهم ريسك عالي جدا لأنه يصير عندهم كانسرز وتيومرز. فكروموسوم 17 زي ما شفنا في عليه 4 متلازمات فقط بسبب مايكرو ديليشن أو مايكرو دوبليكيشن على مناطق محددة فيه. فلو حدث المايكرو ديليشن على مستوى 17 بي 11.2 بتنتج عندي سميث ماجن سيندروم. نفس المنطقة إذا حدث عليها دوبليكيشن ينتج عندي متلازمة الدوبليكيشن 17 بي 11.2 بي 11.2، وهاي المتلازمة اللي بيحدث فيها انه بيكون في خلل على مستوى النيورو بيهيفيرال فينوتايب. اذا حدث المايكرو ديليشن او المايكرو دوبليكيشن على الديستال بي ار بلس الكروموسوم رقم 17 تنتج متلازمة اخرى اسمها تشاركوت ماري توث ديزيز، اللي هي متلازمة بشكل اساسي ريليتد للنيرف وبيحدث فيها خلل على مستوى الاعصاب. ولو حدث الخلل على مستوى الكيو ار في الكروموسوم رقم 17 تنتج متلازمة رابعة بشكل أساسي هي متلازمة لها علاقة في النيوروفايبروماتوسيس أو اللي هي في العصب. فهي هي أنواع المتلازمات المختلفة اللي بتنتج على مستوى كروموسوم 17 بسبب ديليشن أو دوبليكيشن على مناطق معينة من الكروموسوم. هلا زي ما كروموسوم 17 بيتأثر بسبب ديليشنز أو دوبليكيشنز على مناطق محددة، أيضا كروموسوم 22 اكتشفوا كثير من الديسوردرز المتعلقة فيه اللي تحدث بسبب ديليشن أو دوبليكيشن على مستوى كروموسوم 22. ففي عنا ديليشن أو لو حدث الديليشن على مستوى كروموسوم 22 تنتج عندي متلازمة اسمها الداي جورج سيندروم، رح نيجي هلا نشوف شو هي. أيضا لو حدث دوبليكيشن بينتج عندي كمان متلازمة دوبليكيشن على مستوى كروموسوم 22، ولو صار الدوبليكيشن بشكل متضاعف وانفيرتد تنتج عندي كمان متلازمة بطلق عليها اسم الكات اي سيندروم. فلو بدي اجي اشوف اول نوع من انواع المتلازمات واللي هي الداي جورج سيندروم او اللي يطلق عليها اسم الفيلو كارديو فيشال اند كونترو اند كونو ترانكال انومالي فيس سيندروم. هاي المتلازمة بشكل أساسي الخلل فيها خلل على مستوى كروموسوم 22، بحيث إنه جزء من كروموسوم 22 بيصير عليه ديليشن أو مايكرو ديليشن. والفينوتايبس لهاي المتلازمة جدا متنوعة، في تمتد أعراض هاي المتلازمة على حسب شو المنطقة اللي حذفت، ولكن بشكل أساسي هذا الحذف يتسبب ممكن في خلل على مستوى الهارد ديفكت، بحيث إنه موقع الأورطة بيكون مختلف، ممكن خلل على مستوى البلت بحيث سقف الحلق يكون في خلل، يصير الأشخاص عندهم بلت كليفت. أيضا ممكن خلل على مستوى الفيشل ديسمورفيزم بينشأ عندهم. كمان هايبوكالسيميا على مستوى النيوناتال، عندهم مشاكل في المناعة بالإضافة لمشاكل في السبيتش والليرنينج ديفيكولتي. فكل هاي الأعراض متعلقة في ديليشن ممكن يحدث على كروموسوم 22 بالأخص لكيو 1 ريجن باند 1 سب باند 2، واللي بطلق عليها اسم داي جورج سيندروم أو اللي هي الفيلو كارديو فيشال اند كونو ترانكال انومالي في سيندروم. فهاي في الحالة الأولى، في حالة حدث عندي ديليشن على مستوى الكيو ارم على كروموسوم 22.
في حالة نفس المنطقة حدث عليه في حالة نفس المنطقة حدث عليها دوبليكيشن، فبينشأ عندي فعليا متلازمة أخرى في أعراض مختلفة. بس هون في نقطة مهمة حكي لي إياها، بيقول لي هاي المتلازمة اللي رح نحكي هلأ رح نشوف كيف إنه أعراضها بشكل أساسي هي أعراض مش كتير خطيرة، فبالتالي ممكن يكون في أشخاص مصابين فيها وهم مش مشخصين. فبيقول لي في السنين الأخيرة صاروا فعليا هاي المتلازمة كتير يتم تشخيصها. ليش؟ لأنه انتشرت ال sequencing techniques، ونتيجة لانتشار السيكونسينج تكنيكس هذا الإشي تسبب بإني صرت أقدر أشخص أي خلل صغير ممكن يحدث على مستوى الكروموسومات، ومن ضمنها متلازمات مثل متلازمة الدوبليكيشن ال 22 Q11.2. فهاي المتلازمة لو بدي أجي أطلع على أعراضها، أعراضها فعليا مش خطيرة كتير. ففعليا أشخاص ممكن يكون عندهم مشاكل في الفارينكس، كليفت بالات، ديليد سبيتش اند لانجويج ديفلوبمنت، developmental delay, intellectual disability, slow growth، وهذا الإشي بسبب short stature وأيضا weak muscle tone. فهاي الأعراض كلها إذا تطلعوا عليها هي مش أعراض خطيرة ومش أعراض بتأثر بشكل أساسي على الأعضاء الداخلية، فبالتالي هدول الأشخاص بيعيشوا عادي وممكن الشخص يعيش طول حياته ما يعرف إنه مصاب في هاي المتلازمة. ولكن مؤخرا بسبب انتشار الـ micro array والـ sequencing، فصار هاي المتلازمة يتم تشخيصها بكل سهولة وزادت الأعداد اللي شفتها فيها. آخر متلازمة متعلقة في كروموسوم 22، في هاي المتلازمة اللي بيصير خلل على مستوى التيرمينال ار، او عفوا التيرمينال لكروموسوم 22، سواء من البي تيرمينال لحد المنطقة Q11، بحيث انه بيحذف التيرمينال لكروموسوم 22 مع جزء من ال Q1 ليجن لكروموسوم 22. بينتج عن هاي المتلازمة بطلق عليها اسم كات اي سيندروم، واسمها كات اي لانه عين الشخص المصاب فيها بتكون تشبه عين القطة. فبيكون عند هذا الشخص او في اغلب هدول الحالات بيكون عندهم ايريس كولوبوما، بحيث اذا بتذكر امبارح شفنا كيف شكل الايريس كولوبوما، يكون شكل العين تماما يشبه شكل عين القطة زي الصورة اللي موجودة عندنا هون. أيضا بالإضافة للمشاكل اللي عندهم في العين، بيكون عندهم مشاكل على مستوى الأنال والريكتوم، كمان عندهم بيكون بريكولار تاجد أوربتس. المقصود في هذا الخلل هو خلل على مستوى الأذن، ولكن خلل مش مؤذي، خلل على شكل الأذن من الخارج، بيكون الأذن من الخارج في عليها بيتس زي خزقة صغيرة جنب الأذن، أو تاجز يعني بيكون هيك زي في زائدة صغيرة موجودة جنب الأذن. هذا خلل مش خطير ولكنه بيظهر عند هدول الأشخاص المصابين في الكات آي سيندروم. أيضا في 50% من الحالات بيكون عندهم هارد ديفكتس، وفي 70% من الحالات بيكون عندهم كيدني أند جينيتال ديفكتس. فإذا شفتوا في جميع الديسوردرز اللي حكينا عنهم بشكل أساسي، في جميع هاي الحالات كان عندنا خلل صغير فقط حدث على مستوى ستراكتشر بسيط، في سواء كروموسوم 17 في مختلف انواع الديسوردرز اللي شفناها، او كروموسوم 22 في جميع الحالات اللي شفناها. فهذا مثال على كلينيكال سايتوجينيتكس على مستوى الستراكتشرال ابنورماليتيز. واضح يا جماعة؟ في حدا لحد الآن عنده سؤال عن ال structural أو clinical cytogenetics المتعلق في ال structural abnormalities؟ تمام، إذا فيش عندكم أسئلة بدي أفتح الريفيو هلأ لكم عشان تشوفوا الامتحان. إذا عندكم أي مراجعة بتقدروا تراجعوني، وعبين ما تراجعوا الامتحان راح آخذ أيضا حفظ وغياب. فبس ثواني خلوني أفتح لكم الريفيو.